فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ورؤيته للوضع الليبي وكيفية تعاطيه مع الملفين الأمني والسياسي. الآن مع عماد الدين بالعيد. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من بانوراما اليوم، والتي سنتحدث فيها عن نتائج الانتخابات الأمريكية ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. ترامب كانت لديه الكثير من التصريحات الجدلية حول سياسة أمريكا الخارجية في عهدة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين هذه الملفات هو الملف الليبي الذي استخدمه ترامب للهجوم على وزيرة الخارجية في إدارة أوباما هيلاري كلينتون، وبسبب ما وصفه بعدم إدارة جيدة للأزمة الليبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير ثم نعود. ترامب في البيت الأبيض، هذا ما أعلنته نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية ليختار الشعب الأمريكي الرئيس 45 في تاريخ الديمقراطية في أمريكا الفيدرالية. فوز ترامب خلف الكثير من التوقعات، وذلك بسبب تلك التصريحات التي يطلقها بين الحين والآخر، والتي اعتبرها الكثيرون عنصرية، وأنها ستسبب عزلة أمريكا خارجيا وتفقدها التحالفات الاستراتيجية القديمة. اتخذ مرشح الحزب الجمهوري أسلوب الهجوم على منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، والبحث عما يمكن أن يعتبر زلات وهفوات أدت إلى إضعاف أمريكا خارجيا. وأبرز ما وجده ترامب هو الحديث عن الملف الليبي وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية معه، وأن إدارة أوباما ووزيرة خارجيته تركوا إرثا من الدمار في ليبيا وتمددا للتنظيمات الإرهابية، وسمحت بأن يقتل سفيرها في بنغازي، كما أشارت تسريبات بريدها الإلكترونية. In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map. Libya was stable. Egypt was peaceful. Iraq was seeing and really a big, big reduction in violence. Iran was being choked by sanctions. Syria was somewhat under control. After 4 years of Hillary Clinton, what do we have? ISIS has spread across the region and the entire world. Libya is in ruins, and our ambassador and his staff were left helpless to die at the hands of savage killers. We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, in Libya, in Egypt, and in Syria. بهذا الأسلوب الذي اعتمده ترامب، استطاع أن يقنع الشعب الأمريكي بأنه البديل الأفضل لباراك أوباما في المكتب البيضوي في واشنطن. فكيف ستمر السنوات الأربع القادمة على أمريكا والعالم؟ وكيف ستنعكس كيفية إدارة السياسة الخارجية الأمريكية بشكلها الجديد على الشأن العربي والمحلي في ليبيا؟ إذن دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. أرحب بضيوفي الكرام معي هنا في الاستوديو، الأستاذ القانون الدولي دكتور سامي الأطرش، أهلا بك. مساء الخير. كذلك معي عبر خط الهاتف أحمد صالح علي، باحث في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة من واشنطن، أهلا بك. أهلا وسهلا. كذلك معي الدكتور محمد فؤاد عبر سكايب، محلل سياسي من إيطاليا، نرحب به كذلك. وأبدأ الحديث معك دكتور سامي الأطرش، قبل أن نخوض في انعكاس فوز ترامب والإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية على الملف فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وخصوصا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، في رأيك أو كيف رأيت وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة؟ نعم، هو أولا تحية لحضرتك ولمشاهديكم الكرام. والحقيقة يعني نجاح هذه الشخصية لن تغير كثير في منهجية السياسة الأمريكية الحقيقة،
وما صرح به أثناء الحملات الانتخابية كلها عبارة عن مرحلة انتخابية، وبالتأكيد هي يعني مباح فيها كل النقد وكل الوعود، ولكن لا يعتد بها ولا يعتمد عليها الحقيقة في وضع سياسات لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام. كذلك أيضا تأثيرها على الملف الليبي نعتقد أنه تأثير محدود. أما فيما يتعلق بالشخصية فهي بالتأكيد نجاحها أو فوزها إلى حد ما يعتبر خيبة أمل، باعتبار أن ليس لهذه الشخصية تاريخ سياسي يعطينا أي يعني قاعدة بإمكاننا نعتمد عليها في تقديم شخصيتها في حدود معينة، لأنه أيضا السياسة الأمريكية لا تحددها يعني الرؤساء، وإنما تحددها مصالح أخرى دولية وكارتيلات وقوى اقتصادية دولية داخل المنظومة الأمريكية، فلا نتوقع الكثير الحقيقة من هذا. ولكن كيف رأيت التصريحات التي أطلقها دونالد ترامب أثناء حملة الانتخابات الأمريكية والسباق الرئاسي، وبعضها وصف بأنها عنصرية وتحدث عن المسلمين وعن التعامل مع الأزمات في الشرق الأوسط وفي ليبيا؟ نعم، هذا ما لخصتنا في بداية حديثي، أنه هذه الشخصية لم تعطي يعني ما يعطينا انطباع بأنها بالفعل يمكن الاطمئنان لها. شخصية بالفعل هي متناقضة، شخصية معادية، شخصية ريسيزم يعني تتميز بالتمييز العنصري بالتأكيد، ولكن يظل الحقيقة كل هذه التصريحات هي يعني مقيدة ومربوطة بمرحلة الانتخابات، وفي هذه المراحل عادة يعني يطلق العنان للكثير من الوعود وكثير من التصريحات، والتي يعني تبعد كثيرا على أرض الواقع عندما يصلون إلى موقع الحكم. يعني سيد أحمد صالح الباحث في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة من واشنطن، هل تغير إدارة ترامب في البيت الأبيض أي من السياسات أمريكا الخارجية فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات في الشرق الأوسط وفي ليبيا؟ سريعا، نحن امام اداره غير متوقعه، بمعنى ان ترامب ليس مرشح الحزب الجمهوري بالمعنى التقليدي. ترامب قد كسر القواعد المعروفه، فقد جاء رغم اراده قيادات الحزب، وجاء رغم اراده النظام الامريكي بشكل عام، ضد اراده القيادات الاقتصاديه والقيادات السياسيه الكبيره في الولايات المتحده في العمليه الانتخابيه. فول ستريت تلعب دور كبير في التاثير في الانتخابات، وليس العديد من القوى لا تلعب، الاعلام يلعب دور كبير في التاثير في الانتخابات، لكن ترامب نجح في مواجهه الكثير من تلك الكيانات، ونجح في التفوق عليها، ونجح في فوز المقعد رئاسه الولايات المتحده. فنحن امام حاله استثنائيه. الذي يعزز من مخاوفي ايضا ان نحن امام شخص ليس له تجربه سياسيه طويله، لكن ايضا لديه اغلبيه في مجلس الشيوخ، ولديه اغلبيه في مجلس النواب، وكذلك سيتم تعيين قاضي جمهوري ايضا يمين زياد قاضي محافظ. نحن امام حاله فريده، عاده هناك توازن بين الحزبين، لكن لاول مره هناك تفرد كامل لدى اداره ترامب في إدارة الولايات المتحدة. هذا التفرد الذي تتحدث عنه سيد أحمد، هل يمكنه من تمرير تلك التصريحات في الحملة الانتخابية كقرارات واقعية فيما يتعلق بالتعامل مع السياسة الخارجية الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك، نظرا لأن هناك تحالفات كبيرة للولايات المتحدة لا يمكن خسارتها، وهذا يهدد مكانة الولايات المتحدة في العالم قبل أي شيء. لكن لا أعتقد أننا أمام رجل جديد، بمعنى انه كان بالامس مرشح يتحدث الى حد ما ببداءة عن بعض المرشحين، يتحدث بشكل شعباوي عن الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، لكن اول خطاب له خطاب الفوز كان امبارح، كان خطابا عاقلا الى حد كبير، كان خطابا رئيسيا بمعنى الكلمة. لذا فنحن يجب ان نفصل بين التصريحات التي قالها خلال الفترة الانتخابية، فترة الانتخابات، وخلال الفترة الراهنة. اعتقد ان نائب الرئيس مايك بنس سيلعب دور مهم جدا في السياسه الخارجيه، سيلعب دور مهم جدا كنائب رئيس، اقوى من جون بايدن كنائب رئيس لاوباما. اعتقد ان ترامب سيعطي لها العديد من الصلاحيات، اعتقد ان الكونجرس سيستطيع تمرير الكثير من القوانين الداخليه التي كانت محل جدل، وكذلك سيستطيع تغيير الى حد ما السياسه الخارجيه. الكونجرس اعتقد سيلعب دور اكبر في السياسه الخارجيه. جيد. لكن حتى الان لا نستطيع التكهن باي بوصله سيتبعها ترامب، هل بوصله انعزاليه ام بوصله أكثر محافظة. نعم، ابقى معي سيدة أحمد، أذهب للدكتور محمد فؤاد محلل سياسي عبر سكايب من إيطاليا، أهلا بك. أهلا بكم، تحية لك ضيوفي الكرام ولكل المشاهدين.
تحياتي لك. إذن هل يمكن أن نتحدث عن التغير فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الليبي في الإدارة الأمريكية الجديدة؟ بسم الله. هو لا شك أن دائما هناك تغيير بين السياسة الخارجية بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. فما ذلك أن في شخص الآن من الحزب الجمهوري يعتبر من اللاعبين في خارج مؤسسة الحزب. سيكون هناك نوع من التغيير لا شك كذلك، ولكن لن يكون تغيير كبير. سيكون فقط أكثر حزما وأكثر حزما في التعامل مع الملف الليبي. يمكن ضرب مثال بسيط حتى نفهم الفرق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. بالملف السوري مثلا، المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون كانت تقول بكل وضوح أنها مع فرض غطاء جوي على سوريا، بينما ترامب يقول العكس ويقول أن هذا قد يؤدي إلى حرب عالمية مع روسيا. في الحقيقة تدريبات ليكليك تقول أن كلينتون أيضا لا تريد هذا الخطر، يعني هو فقط كلام للاستهلاك المحلي لا أكثر ولا أقل أو الاستهلاك الإعلامي. بالنسبة للملف الليبي، يجب أن نعلم أن نائب الرئيس الأمريكي بنسر وهو شخص مهم جدا في التركيبة الجديدة للإدارة الأمريكية لأنها ابن مؤسسة السياسية الحاكمة، وهو أحد كبار مؤيدين تدخل العسكري. نعم، سأعود إليك دكتور محمد فؤاد وأتوجه للدكتور سامي الأطرش. إذن حديثنا عن كيفية يمكن أن تؤثر هذه الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الليبي والأزمة الليبية. من ضمن حملة ترامب الإعلامية كان الملف الليبي حاضر فيها بقوة في الهجوم على منافسته في سباق الرئاسة هيلاري كلينتون، ووصفها بأنها غير جديرة بالوصول للرئاسة لأنها فشلت في التعامل مع الأزمة الليبية، وكذلك أن شاهدت السفير الأمريكي يقتل في بنغازي دون أن تتحرك لمنع ذلك بناء على ما حصل من تسريبات من بريدها الإلكتروني. هل في رأيك ترامب الآن سيستمر في نفس السياق فعلي بما كان يصرح به الآن وواقعي على العمل، أم أنها مجرد دعاية انتخابية ومجرد حملة انتخابية كانت فقط لا أكثر؟ نعم، أنا نعتقد أنها زي ما ذكرنا أيضا في بداية الحلقة أن هذه كلها تصريحات مباحة في أثناء الحملة الانتخابية. يعني النقد في جميع المجالات، السياسة الداخلية والدولية إذا صح التعبير، ولكن عندما يعني يصل المسؤول إلى الحكم، إلى كرسي الحكم ويبدأ أخذ القرارات، هو مقيد بسياسات معينة سواء اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. يعني لا يملك هذا التغيير الذي نراه في المناظرات السياسية، وبالتالي لا أتوقع الحقيقة أن يستطيع أن يغير الكثير على المنهج الأمريكي في شكل العام وموقفه من منطقة الشرق الأوسط، لأن هذه اتفاقات داخلية ودولية مع منظومات أخرى في العالم، وبالتالي لا أتوقع أن يكون هناك تغيير جوهري على الساحات. ماذا عن الإدارة السابقة، إدارة باراك أوباما والتي كانت هيلاري كلينتون وزيرة خارجية فيها لفترة محددة، هل تعاملت بالشكل الأمثل مع الأزمة الليبية؟ لا، بالتأكيد لا، كان بالإمكان عمل أكثر مما قاموا به، ولكن كانت تجربة جديدة أيضا، يعني تجربة الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط نعتقد تجربة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي لديها رغبات معينة وطموحات معينة وحسابات معينة، ولكن عندما يطلق هذا الجاينت، هذا العملاق، ويفرج عنه من الصعب التحكم فيه. يعني كما حدث في الثورة أو في التعديلات اللي حصلت في روسيا، الجلازنوس والبروسترويكا، أذكر أنه السيدة رئيس الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر قالت يعني أنه عندما يطلع هذا المارد من هذه العلبة أو هذا المحبس اللي هي فيه، يعني لا يمكن التوقع بماذا سينتج عنه، من الصعب التحكم فيه، وهذا ما حدث بالتأكيد في دول الربيع العربي، وما صار من حصل من ردات فعل أيضا من الأنظمة العربية التي الآن نراها تتدخل في أكثر من ساحة. بالتأكيد الساحة الليبية هي أول هذه الساحات كرد فعل لهذه الثورات اللي قامت، وبالتالي يعني التجربة ما زالت جديدة، ومن الصعب يعني التحكم فيها من سياسة معينة، لا من الديمقراطيين ولا من الجمهوريين، لأنه لا يوجد منهجية سابقة فيها. هذه مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، وتأتي بمعطيات جديدة لا يمكن حسابها حساب دقيق.
نعم، أذهب للسيد أحمد صالح. سيد أحمد، هل تعتقد أن الإدارة الجديدة ستستمر من أين انتهت الإدارة السابقة، إدارة باراك أوباما، أم ستعود لنقطة صفر مجددة لتقييم الأحداث الحاصلة في ليبيا؟ أعتقد أن إدارة ترامب ستكون إدارة جديدة بالكامل. بالأساس هي إدارة جمهورية أكثر محافظة، لكن الخط العام لإدارة ترامب لن يظهر في تلك الأيام التي ستظهر خلال الأسابيع والشهور القادمة. حتى الآن لا يوجد موقف واضح، يعني يوجد هناك خط انسحابي أكثر من الولايات من الشرق الأوسط، هناك خط تهادني أكثر مع بعض الدول، مع أنظمة الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط مثل نظام بشار الأسد. ترامب لا يرى في بشار خطرا على الولايات المتحدة، ترامب لا يرى في إيران خطرا على الولايات المتحدة. ترامب كان يتحدث عن ضرورة دفع السعودية أموال في مقابل حمايتها. أعتقد كل هذا كان خلال الفترة الانتخابية، لكن كيف سيتم صياغته في سياسات واضحة تجاه دول المنطقة؟ أعتقد هذا ما سنراه خلال الشهور القادمة، نظرا لأن أوباما كان شخصا غير متوقعا. لا أعتقد أنه سيأخذ منحة أوباما بشكل كبير، لكنه هناك مستويين، مستوى سياسي ومستوى أمني. على المستوى الأمني أعتقد لن يحدث تغيرات كبرى نظرا لأن هناك ترتيبات أكبر مع وزارة الدفاع الأمريكية الخنسجة، لكن على المستوى السياسي أعتقد أن هناك الكثير من الأمور ستحدث. لكن كيف سيتم إدارتها، كيف سيتم التنسيق مع الحلفاء، كيف سيتم التعامل مع نظام زي مثل نظام بشار، هل سيتم الاتفاق فعلا مع روس على اتفاق للخروج من الأزمة السورية؟ أعتقد أن الأيام المقبلة والأسابيع القادمة ستحمل لنا الكثير من الإجابات، نظرا لأن هناك لا يوجد خط واضح لسياسة ترامب، ولا نستطيع أن نبني سياسة بناء على تصريحات خلال الحملة الانتخابية. نعم، ترامب كانت لديه تصريحات سيد أحمد حول فيما يتعلق بالتعاون وكيفية العمل مع الدول العربية وخاصة بالذكر دول الخليج، وهذه لها تأثيراتها في الملف الليبي. في رأيك هل ستتغير التعامل وطبيعة التعامل والاتفاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين دول الخليج؟ لا أعتقد أن هناك تغيرات كبرى ستطرا على العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج. نعم، انقطع الاتصال مع سيد أحمد، سأعود إليك. أذهب للدكتور محمد فؤاد. سيد محمد، هناك شخص صرح في أحد الصحف المصرية وهو المستشار ترامب الجديد فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وهو من أصول مصرية، أحمد فارس، قال أن زيارة ترامب الأولى للشرق الأوسط ستكون لمصر، كيف ترى هذا؟ هذا كلام فارغ طبعا، لن تكون زيارة ترامب. أول لقاء لترامب مع مسؤول من الشرق الأوسط سيكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا اليوم تم إعلانه. يعني أما مصر فهي ليست على الخارطة السياسية الآن الأمريكية. مصر ليست دولة مهمة، وخصوصا أن الكل يعلم مشاكل الاقتصادية الحقيقية في مصر. لا أعتقد أن ترامب نفسه يملك حلول سحرية لحل المشكلة اقتصادي مصر، فأعتقد أن هذا بعيد جدا عن الواقع. كما قلت قليل، السياسة الأمريكية لا يرسمها أشخاص، بل هي سياسات محددة تتغير في التكتيكات، ولكن الاستراتيجية لا تتغير. وأوضحت قبل قليل، لا أدري إذا استمعتم لي، أن وزير نائب الرئيس الأمريكي بنسر شخصية مهمة جدا في الحكومة الأمريكية، وكما قلت هو كان أحد أكبر المؤيدين للإطاحة القذافي. ثم أن مكين كما يعلم هو عراب العربي الأول، هو أحد أكبر شخصيات الحزب الجمهوري وأحد مرسمين سياسات. لن نشاهد تاريخ كبير إلا من ناحية واحدة فقط أو ناحيتين. الناحية هي التعاون مع الدول الأوروبية، وهنا أخص بالذكر إيطاليا. الحكومة الإيطالية حاليا قوية جدا، هناك تنسيق كامل بين إدارة أوباما والحكومة الإيطالية حول الملف. لا ندري ما سيحدث في الأيام القادمة من هذه الناحية. من الناحية الأخرى وهي أيضا مهمة جدا، العلاقات الأمريكية الخليجية. ترامب هو بكل وضوح يعني هو ضد دول الخليج. هل ردة فعل الإيطالية سيد محمد وأنت متواجد هناك كانت مختلفة عما حصل في ألمانيا؟ هي أقل حدة طبعا، لا شك في ذلك. هناك تحالف بين الحزب الديمقراطي الإيطالي الحاكم حاليا والحزب الديمقراطي الأمريكي، فالإيطاليون يحسون إلى حد ما بخسارة حليف يعني.
ولكن ليس التوتر في الرد ليس هو كما هو الرد الألماني والرد الفرنسي، هناك ذلك موضوع تماما مختلف بسبب روسيا وبسبب أشياء أخرى بعيدة جدا عن الملف الليبي. نعم، إذن هل تعتقد أن الإدارة الجديدة ستستمر في نهج دعم الاتفاق السياسي على سبيل ما كان يحصل في إدارة أوباما؟ هو من الصعب الآن يعني تحديد هذا، ولكن عادة يعني الإدارات الأمريكية لا تخالف في الإدارات السابقة. نعتقد أنهم سيعلنون أيضا دعمهم للاتفاق السياسي واعترافهم بحكومة السراج إلى آخر هذا الكلام، هذا شيء متوقع إلى أن تم تغيير السياسة الأمريكية. إذا كان طبعا كل يعلم الاتفاق السياسي الآن واجه تحديات حقيقية في تطبيقه، لا ندري يقوم به الإدارة السياسية في نأمل الشيء الوحيد اللي نعمله هو الحد من التدخلات الإقليمية وخصوصا الخليجية في المنطقة. نعم، ابقى معي دكتور محمد فؤاد. دكتور سامي، المجلس الرئاسي كان يحظى دائما بالبيانات الداعمة من قبل الإدارة السابقة لأمريكا فيما يتعلق بدعم الاتفاق السياسي ودعم حكومة الوفاق وغيرها. هل تعتقد أن المجلس الرئاسي استفاد من هذا الدعم سابقا، وهل يمكن أن يستفيد من الدعم أو ما يمكن أن يستجد فيما يتعلق بالإدارة الجديدة؟ نعم، أولا أود يعني أن أشارك السيد الفاضل محمد فؤاد فيما ذهب إليه، أنه من العادة أن الإدارات الأمريكية وبالذات على المستوى الدولي السياسات الدولية أنها لا تغير في المفاهيم الدولية والاتفاقات الدولية، وبناء على هذا نعتقد سؤال حضرتك في محله، والإجابة على الشق الأول منه أنه بالفعل مجلس الرئاسة لم يستفيد الاستفادة المطلوبة من هذا الاتفاق على المستوى الدولي سواء كان بشكل الأمم المتحدة أو على مستوى الدول العظمى أو الكبرى والفاعلة في العالم. الشق الأخير من السؤال أنه هل الآن بإمكانه يستفيد، أنا نعتقد أن تأخر الوقت كثيراً. ما نقدرش نقيم إذا كان نفس السلوك سيستمر فيه وعدم القراءة الجيدة للالتزامات الدولية أو لل50% من هذا الاتفاق الدولي، هل بالإمكان أن يتوظف في هذه المدة القليلة أو ما تبقى لهذا الاتفاق؟ أنا أشك في ذلك الحقيقة، لأنه لا يوجد مؤشرات على الساحة الليبية تعطيني هذا الانطباع. هل تعتقد أن الإدارة السابقة مثل للولايات المتحدة الأمريكية لم تتعامل بالشكل الأمثل مع الأطراف الأخرى الموازية لحكومة الوفاق الوطني سواء ما يتواجد شرقا أو ما يتواجد غربا في البلاد، لم تتعامل معهم بالشكل الأمثل لردعهم عن عرقلة مسار الاتفاق السياسي؟ سؤال جيد، ولكن عندما نقول نحن أن السلطة الشرعية وفقا لهذا الاتفاق السياسي لم توظف 50% من هذه الميزات التي تمتعت بها في هذا الاتفاق، هذا يعني أنه لم تتاح الفرصة القانونية والعملية والعسكرية لأي جهة أخرى دولية لأن تتدخل في هذا الأمر، لأنه يجب أن تمارس أنت يعني حقوقك السياسية بشكل جيد وشكل عملي، ثم إذا حصلت إشكاليات خطيرة بالإمكان التدخل، ولكن التدخل سواء على مستوى سياسي أو عسكري زي ما حدث في سرت، يعني لم تأخذ وقت طويل قبل أن تتدخل القوات الأمريكية، والآن تشارك بالتأكيد في العمليات العسكرية في سرت. إذن المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بهذا الاتفاق سواء في شقه السياسي المحلي أو الدولي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب هم على استعداد، ولكن عدم توظيف المجلس الرئاسي لهذه الالتزامات الدولية بالتأكيد أعاق الفرصة أمام الدول اللي تتدخل، لأنه يخشوا من أن يكون هناك اتهام لهم بوصاية واحتلال وتدخل في الشؤون الداخلية وغيرها. إذن ممارستك لهذا الاتفاق لم تكن بالشكل المطلوب من ما جعل هذه الدول تقف وتأخذ المساحات المطلوبة. سيدة أحمد صالح، عدت معي مجددا، إذن كيف رأيت ردود الأفعال على وصول ترامب إلى البيت الأبيض؟ في الحقيقة في واشنطن هناك حالة من حالات السكون والهدوء الأزيد الغير متوقع. بالأمس كان هناك مظاهرات أمام البيت الأبيض، وكان هناك مظاهرات في الكونغرس الأمريكي، لأن واشنطن مدينة ديمقراطية من أساس مثل الديمقراطية وعلى حسب التصويت حصلت عليها إلا كانت في مدينة واشنطن. كان هناك مظاهرات صغيرة، كان هناك
البعض الرافض لترامب، لكن مع قدوم الصباح اليوم مدينة واشنطن مدينة خاوية اللي يوجد حركة كبيرة على غير المعتاد في مدينة كبيرة مثل واشنطن، هناك حالة ترقب لصعود ترامب لأن زي سيؤثر على كل المؤسسات العاملة في الولايات المتحدة، لأن الكونجرس وترامب ستقوم بعمل تعيينات جديدة في الأجهزة الحكومية، يتم تعيين إدارة جديدة، حتى المؤسسات الفكرة أو المؤسسات البحثية ستتأثر نتيجة التأثر التمويل أيضا الذي يقرره الكونجرس لبعض المؤسسات. هناك حالة ترقب وحالة تسنك في واشنطن نظرا لأن واشنطن والمدن الكبرى التي صوت لترامب، لكن المناطق الريفية هي التي صوتت لترامب. ترامب نجح بفضل الأطراف وليس بفضل المركز. نعم. المركز مبلوع إلى حد كبير من صعود ترامب ويتم التعامل معه حتى الآن على أنه ظاهرة غير مفهومة. نعم. سيد أحمد، هل فعلا كان هناك عزوف من قبل الأقليات هناك للتصويت في هذه الانتخابات على غرار ما حصل مع باراك أوباما؟ هذا حقيقي للغاية. هناك بعض الدراسات التي تتحدث على أن 12% من الأقلية الأمريكيين من الأصول الأفريقية صوتوا فقط خلال انتخابات أمس، في حين أن هناك كثافة عالية من جانب السكان البيض في المشاركة في الانتخابات، تصل إلى 72% من سكان البيض قد شاركوا في الانتخابات أمس. نعم. لذا فإن نحن نتحدث عن تغير الديموغرافية في الولايات المتحدة. البيض يمثلون حوالي ثلثي سكان الولايات المتحدة، لكن هذه الأغلبية تتناقص. ما حدث بالأمس هناك خوف من لدى الأغلبية البيضاء من حصول من تحولهم إلى أقلية خلال 20 سنة القادمة، نظر لزياد أعداد الأقلية خاصة القادمين. نعم. ابقى معي سيد أحمد، كذلك ضيفي في الاستوديو دكتور سامي، وأيضا ضيفي عبر سكايب دكتور محمد فؤاد من إيطاليا. نذهب لنشاهد ردود الأفعال الدولية والعربية والمحلية كذلك حول فوز ترامب بسباق الرئاسة للبيت الأبيض، ثم نعود.
إذا كانت هذه ردود الأفعال الدولية والعربية والمحلية كذلك. ومن المحلية أذهب لدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي عبر سكايب من إيطاليا. سيد محمد، ليبيا كانت من أولى الدول المهنية لفوز ترامب من الحكومات الثلاث الموجودة في البلاد، وكانت البداية من عقيلة صالح رئيس البرلمان ولحقه كذلك عبد الله أتني رئيس الحكومة المؤقتة. كيف رأيت ذلك؟ شيء مضحك حقيقة، يعني الكل يتسابق لإثبات وجوده فقط على الساحة. للأسف الشديد الوضع في ليبيا سيء وسيء جدا بسبب هذا الانقسام السياسي وبسبب بعض المهازل اللي يقوم بها بعض السياسيين للأسف الشديد. يعني التعليق على هذا الأمر يعني المفروض الواحد يعني يبتعد عنه، لأنه سيقول يعني عبارات غير جيدة هؤلاء السياسيين صراحة. كذلك المجلس الرئاسي سيد محمد فؤاد أصدر بيان يتحدث فيه على ترحيب بفوز ترامب، وأنه سيصدر بيان في الفترة القادمة والساعات القادمة يعبر عن موقف رئاسي وتطلعاته لحقبة رئاسة ترامب، والتي وصفها بأن يجب أن تكون حقبة مثمرة فيما يتعلق بالأزمة الليبية. كيف رأيت هذا البيان؟ هو ما قاله ضيفك الكريم السيد سامي الأطرش هو تماما ما يحدث الآن. في الحقيقة حتى الإدارة الأمريكية الحالية وبعض الدول الأوروبية منزعجة جدا من أداء المجلس الرئاسي وخصوصا السيد السراج وعدم استغلاله للدعم الدولي اللي حصل عليه لتحقيق أي إنجازات على الأرض. فلا أعتقد المجلس الرئاسي يعني هو أصبحت مهمته فقط وكأنه وسيلة إعلامية وليس جهة تنفيذية وإصدار البيانات فقط. المجلس الرئاسي كان عليه العمل والعمل بجد اللي استفاد من هذا الدعم كبير حقيقة عليه، يعني كانت عشرات الاجتماعات والبيانات والمهمة التي تدعم الرئاسي لم نشاهد أي شيء. يعني أضرب مثال بسيط جدا في الحرس الرئاسي اللي هو كان مطلب أساسي لإدارة الرئيس أوباما تشكيل هذا الحرس. الآن نحن نتحدث عن 8 أشهر وبيانات تأسيس هذا الحرس الرئاسي ولا شيء على الأرض. ولكن رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج تحدث عن الدعم الدولي وقال أنهم قدموا البيان تلو البيان ولم يقدموا شيء ملموس، فهل الخطأ من المجلس الرئاسي وكيفية التعامل مع هذا الدعم أم أن المجتمع الدولي فقط اقتصر على الدعم بالبيانات؟ المثل الليبي البسيط يقول اضرب منقارك ما ينفع زيه. للأسف الشديد المجلس الرئاسي لم يقم بشيء. يعني ما هي الخطوات الفعليه اللي قام بها المجلس الرئاسي حتى نستطيع ان نتحدث ان المجتمع الدولي لم يدعم؟ المجتمع الدولي ينتظر قرارات حقيقيه وواضحه من المجلس الرئاسي، خطوات على حتى يتم دعمه. يعني كل قرار اصدره المجلس الرئاسي وجد دعم من المجتمع الدولي. واخر ما شاهدناه وهي كانت خطوه كبيره ومهمه، يعني لاي شخص يتابع السياسه الدوليه ان ياتي وزير خارجيه الولايات المتحده شخصيا لحضور اجتماع بين رئيس وزراء دوله حافظ المصرف المركزي ثم لو نشاهد اي اجراءات على الارض لا الى اليوم. انت تتحدث عن اجتماع لندن. اجتماع لندن الى اليوم كما اعتقد، يعني ربما يوم امس كان صار حاجه، لم يتم تعيين وكيل وزاره الماليه اللي هو كان مطلب رئاسي لهذا الاجتماع. فزال المجلس الرئاسي يتخبط في خطوه بسيطه مثل هذه. فلا اعتقد ان المجلس الرئاسي ببيانات هذه سيقوم باي إجراء. وكما قلت يعني هذا شيء مؤكد، يعني جيد. أن بعض الدول الأوروبية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الحالية مزعجة ومزعجة جدا من ما يقول به السيد السراج، ولذلك أعتقد هذه الرسالة ستصل إلى الإدارة القادمة وسنشاهد كما يعلم. هذا ما سأعود إليك به بعد قليل دكتور محمد، حول هل سيستمر ترامب في دعم خطى الاتفاق السياسي ودعم المجلس الرئاسي بعد ما تحدث عنه من عدم استفادة المجلس الرئاسي من الدعم السابق من الإدارة الأمريكية. أعود إليك دكتور سامي الأطرش هنا في الاستوديو. إذا كانت ليبيا من أولى المهنيين لفوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وكانت البداية بعقيلة صالح وثم عقبه أتني وأخيرا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. نعم، هو أولا ربما يعني للنوع من البحث الموضوع بشكل أوسع شوية باعتبار أن السياسة الليبية لا يمكن القياس عليها في يعني في تقييمنا لهذه الأحداث. هو مسألة الحقيقة يعني تهنئة الرؤساء
مسألة دبلوماسية وعرف دبلوماسي، لا يعني الاتفاق ولا يعني القبول ولا يعني أيضا تحسين علاقات، وإنما هي سلوك دبلوماسي يتم من معظم الدول. ربما اللي يلفت النظر أن معظم يعني الدول اتخذت موقف إيجابي من هذه التهنئة، بينما البعض ربما نتيجة لسوء العلاقات الأمريكية وليس لعلاقتها بالتحديد مع هذا الزعيم أو هذا المسؤول الذي الآن يتولى منصب الرئاسة، بدأت في عمليات مناورات عسكرية زي كوبا. ولكن دولة بحجم ألمانيا وهي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، نعم، وزير عدلها يقول أن ترامب صحيح لن يزيد العالم إلا جنونا. سنأتي لهذه الشريحة، وعندك أيضا شريحة أخرى بالإضافة للي حضرتك ذكرتها اللي هي بعض وزراء ومسؤولين في دول أعلنوا تحفظ، لأنه الشخصية كانت كونترفيرسي، كانت شخصية من خلال تصريحاتها أعطت مؤشرات ربما لا تريح كل من يدافع عن المفاهيم الديمقراطية والليبرالية. لكن أيضا لفت نظري أنه فيما يتعلق بقضيتنا نحن ربما كليبيين، أنه الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يرى أن يكون هناك أي تغيير ذا قيمة أو جوهري فيما يتعلق بسياسات الدولة الأمريكية، وهذا مؤشر يؤكد على ما تم ذكره في بداية الحلقة. أما بالنسبة لليبيا فهي آخر من يأتي في هذا التقييم، ولكن على كل حال هي عبارة عن مجاملة يعني سياسية تؤكد على مزيد من يعني المظهر الغير مسؤول للدولة الليبية، باعتبار أنه أكثر من تهنئة من أكثر من مسؤول يكاد يكون كلهم في نفس المواقع، رئيس وزارة رئيس وزارة رئيس وزارة، ولكن تعني مزيد من التأكيد والترسيخ لمبدأ الفوضى وعدم التنسيق أمام العالم، يعني مجرد تصرف يزيد من 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 صورتنا وتشويهها في العالم. نعم للأسف. أعود للسيد أحمد صالح، وفي سؤال أخير سيد أحمد الباحث في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة بواشنطن. سيد أحمد، هناك بعض الدول التي لديها تأثير في الملف السلبي الليبي، منها دول إقليمية وأيضا دول عربية، هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستكون لها دور في هذا المجال سواء بردع هذه الدول أو دعمها أكثر للتدخل في الملف الليبي؟ بالأساس سياسة إدارة أوباما تجاه الشأن الليبي في الفترة الأخيرة كانت تدعو إلى حكومة الوحدة الوطنية، وكانت تؤيد حكومة الوحدة الوطنية بشكل كبير، وكانت تمارس بعض الضغط لكنه ليس بالضغط الكبير على بعض القوى الإقليمية لدعم اتفاق الصخيرات. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون أولوياتها في ليبيا فقط متعلقة في ملف داعش، وأعتقد أن الولايات المتحدة لها علاقة ببعض القوى الإقليمية وتحديدا مصر، ستدعم مصر أكثر فيما يتعلق بموقفها من ليبيا. لذا أعتقد أن القوى الإقليمية سيزداد دورها في ليبيا، نظرا أن الولايات المتحدة ستكون مهتمة فقط بالقضاء على داعش وليست مهتمة بالمصالح الوطنية كما كان في الشهور الأخيرة لإدارة. لذا أعتقد أن فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة والقوى الإقليمية من ليبيا أعتقد أن الوضع سيكون أصعب قليلا، نظرا لأن تلك القوة ستكون تتحرك بقدر من الحرية لأن يوجد ضغوط دولية على دورها. كذلك الولايات المتحدة لن تكون مهتمة بإحداث تطور حقيقي فيما يتعلق بالملف السياسي بقدر تحقيق تطور نوعي فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بدحر داعش وبعض الجماعات المسلحة المتطرفة. بخصوص داعش تحديدا وتنظيم الدولة وما يحصل في مدينة سرت وحرب عملية بنيان المرصوص، هناك ترامب كان لديه تصريح أخير بحول أنه يقول أنه سيستمر بقصف تنظيم الدولة في سرت، كيف ترى هذا؟ أعتقد أن الأمر أكثر بيد البنتاغون أكثر منه بيد الرئيس. الرئيس بالنهاية يعطي الشرعية السياسية، لكن الوضع الميداني والعمليات هو بيد البنتاغون، هو من سيحدد الأولوية، لكن تظل توجيهات البيت الأبيض. لذا أعتقد أن العمليات ستستمر، لكن موقف الولايات المتحدة من القوى الإقليمية سيتضح. ترامب أقرب أكثر لدول غير الديمقراطية، ترامب أكثر للدول التقليدية. أعتقد أن موقف الولايات المتحدة من بعض القوى المحلية في ليبيا ستتغير، أعتقد أنه سيكون أكثر قربا من أنصار النظام السابق، أو سيكون أكثر قربا من بعض القوى العسكرية الموجودة في المنطقة مثل مصر أكثر منه لقوى ديمقراطية. أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون خياراتها خيارات أمنية أكثر من أي شيء آخر، وأعتقد أن ذلك سيؤثر على الملف الليبي بالسلب. أعتقد أن العمليات ستستمر، لكن ستستمر في ظل تنسيق مع القوى
قوى محلية ليبيا. سيد أحمد، هذا الكلام يحتاج حتى نخصص له وقت أكثر. سيد أحمد، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعتمد على مبدأ الاستقرار وتبتعد عن مبدأ فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية التي كانت تنادي بها الإدارة السابقة، بذلك قد تدعم أطراف عسكرية مثل المتواجدة في ليبيا والتي تسعى إلى فرض الحكم بالقوة؟ هذا حقيقي. أعتقد أن سياسة ترامب واضحة بشكل كبير. مزيد من الاستقرار، الديمقراطية ليست هدف للولايات المتحدة، والولايات المتحدة ليست هي من تنشر الديمقراطية في العالم. هذا ليس دور الإدارة الأمريكية. كذلك أن الإدارة ترامب تعتقد أن الأنظمة الغير ديمقراطية سهل التعامل معها، على عكس الأنظمة الديمقراطية في بعض الدول النامية أو بعض الدول خصوصا في الشرق الأوسط التي قد تجلب الديمقراطية لبعض القوى الغير مرحب بها، كما فعلت في غزة على سبيل المثال عندما جاءت حماس من خلال الانتخاب. أعتقد أن الولايات ترامب لديه موقف تحديدا من القوى الإسلامية على وجه الخصوص من القوى الإسلام السياسي من وصولها للسلطة، لذا سيكون التعامل أكثر مع قوى الاستقرار. الولايات المتحدة ترى أن التعامل مع قوى تقليدية إحداث استقرار، حتى لو استقرار هش استقرار. جيد، اتضحت الصورة. سيد أحمد صالح علي، باحث في الشؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة، كنت معي من واشنطن. أعود لدكتور محمد فؤاد، ما رأيك في ما قاله سيد أحمد أن الإدارة الجديدة قد تعتمد على مبدأ البحث عن الاستقرار بديلا عن محاولة والشعارات السابقة التي رفعتها الإدارة أوباما وهي الديمقراطية والحرية وغيرها؟ أختلف مع ضيفك تماما حقيقة. يعني يجب ألا ننسى أن ماكين مثلا هو الذي قال على الانقلاب في مصر، عندما أشاهد طائر يمشي كالبطة ويعرج كالبطة فأقول عنه بطة، يعني كان يصف الانقلاب في مصر. ويجب أن ننسى أن ماكين وهو جمهوري وكان وراء العرب. الولايات المتحدة دائما تكون يوما صديقة الإسلاميين، يعني الكل يعني هناك شبه أحمر على أصول يسمى بالإسلام الحكم، إلا في ظروف معينة مثل تركيا أو الآن المغرب. وتركيا نفسها أردوغان عندما وصل الحكم كان تحت الإدارة الجمهورية، فلا أعلم هذا الكلام قريب جدا من الصحة. وبالعكس، ثم أن مشكلة مصر مشكلة عويصة. ترامب لن يغامر دعم النظام المصري، فائدة من دعمه النظام المصري حصل على 50 مليار دولار مساعدات الخليج، ورغم ذلك فشل في تحقيق اي استقرار اقتصادي. فماذا يدفع شخص مثل ترامب يؤكد لان الولايات المتحده لن تدفع مليما واحد هذه الدول الحليفه؟ لا شك يكون هناك تغيير، وتغيير فعلا. ثم ان هناك شيء اخر مهم جدا، لن يخرج الرئيس الامريكي مثل ما خرج اوباما يترجى قطر والامارات ان تبدا الملف الليبي. هذا بعيد تفكير الجمهوريين، يعني لا يمزح. إذن هل تعتقد أن الإدارة الجديدة ستكون أكثر حدة في التعامل مع الأطراف المعارضة لتوجهها ورؤيتها لحل الأزمة الليبية؟ لا، هي ستكون أكثر حزما. لا أستطيع أن أقول أنها تكون أكثر حدة، ولكنها ستكون أكثر حزما بكثير مما تقوم به إدارة أوباما. يعني عندما ترك الملف الليبي مثلا لإدارة أوباما بعد خروج ماكين منه مثلا، الوضع ساء كثيرا في ليبيا. الولايات المتحده تقرر، يعني تعك من الكلام، مثلا البعض يقول ان هناك اختلاف بين الوضع الموقف ترامب وكلينتون حول الملف السوري، هذا غير صحيح. الكل اجمع على ضد الثوره. لا تستطيع تتدخل مثلا في سوريا في حال عدم موافقه امريكيه ولا كان طب. هذا اولا. الموقف من ايران، الصداقه الامريكيه الايرانيه امتدت سنه 81، صحيح انها كانت تحت الطاوله، الان خرجت، ولكن الحلفاء منذ حوالي 30 سنه، والكل اذا كان هناك من يتذكر ما حدث عندما قامت الثوره الايرانيه، السفاره الرهائن في السفاره الامريكيه في ايران، وكيف تم اطلاقهم يوم اقصى امريكا، الى هذه اخر هي مش موضوع. ولكن لم تكن ابدا عداوه بين ايران والولايات المتحده، هي فقط عداوه معلنه، ولكن كانت الامور يعني تسير بشكل ممتاز. والاداره الامريكيه الجمهوريه هي
كمان سلمت العراق اسف هي من سلمت العراق ايران. كما قلت الان بالنسبه لي الملف الليبي سنشاهد حزم اكبر، ربما سنشاهد تدخلات اقل من دول الخليج وفرنسا كما يعلم احد اكثر القوات المنزعجه من ترامب. سننتظر ونستطيع ان نحكم على هذه بعدما يتم تعيين وزير. نعم، أنت تحدثت سيد محمد فؤاد عن الدور الإيطالي فيما يتعلق بالملف الليبي ولديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالصراع، هنا الحديث عن إيطاليا، كيف تعتقد سيكون التنسيق بين الإدارة الجديدة وبين الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا والتي لها دور في الملف الليبي بدعم أحد الأطراف؟ هو هذا السؤال الكبير الآن، هل سيستمر التفاهم الأمريكي الإيطالي أم لا، وخصوصا إيطاليا أيضا رئيس وزراء إيطاليا الآن على استحقاق انتخاب مهم جدا سيستفتى على دستور جديد في إيطاليا في شهر ديسمبر بعد أقل من شهر، وإذا فشل هذا التعديل الدستوري المهم سنشاهد وزراء ضعيف جدا. ماذا عن فرنسا؟ هناك تخوف من هولندا حول التغييرات الأخيرة في أمريكا. فرنسا منزعجة جدا من وصول هولندا للحكم حقيقة، المصالح الفرنسية ستتعارض إلى حد ما، ليس بشك كبير، ولكن ستتعارض مع المصالح الأمريكية، لأن الإدارة الجمهورية في العادة يعني لا تمزح في المواضيع الخارجية، هي مصالح الولايات المتحدة قبل شيء طبعا، هي أكثر حزم مع نعم. ثم أن مطالب ترامب خصوصا لأن ترامب مقابلة منذ أكثر من حوالي 30 سنة يقول فيها بكل وضوح المشكلة ليست مع الأعداء، الأعداء يمكن التفاهم معهم، مشكلتي مع الحلفاء عليهم دور أكبر وعليهم أن يدفعوا. وهذا ما قاله ترامب في كثير من التصريحات خصوصا فيما يتعلق بحلفائه من دول الخليج وكيفية تعامله معهم في قادة الأيام. شكرا لك دكتور محمد فؤاد محلل سياسي، كنت معي من إيطاليا عبر سكايب. عود إليك دكتور سامي الأطرش واختم معك حلقتي، إذن كيف ترى المشهد الليبي القادم السياسي والأزمة الليبية وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة معها في ظل التوازنات الدولية والحلفاء الأوروبيين؟ نعم، هو في الشق الأول نعتقد أنه المخاض سيستمر ويستمر لفترة طويلة حتى تبدأ الرؤية تكون أكثر وضوح من الآن. أما فيما يتعلق بموقف يعني دول الغربية والأوروبية كذلك في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في التغيرات أو المتغيرات السياسية التي وقعت يعني بعد ثورات الربيع العربي، أنا نعتقد أن هذه التجربة ما زال من الصعب على هذه القوى أن تحدد تداعياتها، لأن النتاج كان عبر عقود من الزمن يعني بحكم العسكر في هذه المنطقة، والآن تغيرت المعادلة وفشل أيضا البديل ربما الذي كان متوقع أن يملأ هذا الفراغ في عدة دول عربية اللي هو التيار الإسلامي أو الديني متمثل في تنظيم إخوان المسلمين، وبالتالي الآن هناك حالة من القلق لعدم معرفة وعدم التحكم في مجريات الأمور في المنطقة، ونعتقد أن التفاعل الشعبي على السنوات القادمة هو الذي سيحدد المؤشر الصحيح لأين تسير هذه الدول. نعم، شكرا لك دكتور سامي الأطرش أستاذ في القانون الدولي لتواجدك معي هنا في الاستوديو، كذلك الشكر لضيفي من واشنطن أحمد صالح علي باحث في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة، كذلك كان معي من إيطاليا عبر سكايب محلل سياسي دكتور محمد فؤاد، شكرا لكم جميعا، وكذلك الشكر لأعزائنا المشاهدين. في ختام هذه الحلقة، هذا أنا عماد الدين بالعيد يحييكم، إلى اللقاء.